هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عندنا فيديو جديد النهارده. احنا في مارشلز وعندهم شويه ورد الديكور شكله جميل قوي، حبيت افرجكم عليه. بصوا الاشكال شكلها حلو قوي. فده بيبقى ديكور بيتحط في فازه وبيتحط في حاجات زي هما حاطينهم كده، هما حاطينهم جوه بتاع كده ستانلس ستيل، في منها قصير في منها الاطول، ده الاطول ده القصير اهو. فبيتحط في اي حاجه يعني، بيبقى ديكور بيبقى شكله حلو جنب باب البيت من جوه او من بره، بس هو من جوه افضل عشان من بره هيتملي تراب وكده. فدوت اهو، بصوا دوت لون ده ورد، طبعا مش حقيقي، ده ديكور فيك مش ورد حقيقي، ده لون بامبا كده فاتح، لونه جميل وحلو وفي نفس الشكل بتاعه بقى بس الاغمق شويه. ده الاغمق بتاعه اهو، في ده برضو دوت من جوه غامق وطالع على فاتح، يعني غامق في فاتح شكله حلو. ونفس الورد ده اهو دوت اسود على ابيض، يعني من جوه غامق برضو على افتح اللي هو الابيض. وفي ده برضو لون جميل برضو فاتح على اغمق برضو، ده عامل زي الورد اللي هو الروز شكله حلو. في الاسود برضو على الابيض بتاعه، وفي الاخضر ده، الاخضر ده شكله جميل عجبني اوي لون الاخضر ده. وفي ده لونه زي البامبا في ابيض، في ده بامبا بس شكله حلو قوي، تحس ان هو شبه الورد قوي. وفي كتير من اللي هو الشكل دوت، في منه الابيض والبامبا والاسود، في كذا لون في الالوانات دي برضو، في البامبا دوت وفي الابيض ده، في بنفسجي، والبنفسجي جاي مع عامل زي الورق الاخضر يعني. وفي الابيض ده لونه جميل قوي، بصوا شكله حلو، ورده مفتوحه كده. بيبقى في حاجات عامله زي القش برضو، الناس بتحب تحطها مع الورد بدل ما كله ورد يعني. ده شكل القش اهو، انا بقول عليه قش بس هو مش قش، هو عامل زي ورد كده ناشف، او زي انتم شايفين كده، مش عارفه اوصفه، بس هو عامل زي القش بالنسبه لي. وزي ده برضو اهو، بصوا بيبقى عامل زي حاجات ناشفه كده. في ده برضو اهو شبه القش اللي انا بقول لكم عليه، في منه بيبقى جاي كمان بالورد، ده اهو جاي بالورد. بس لو عندكم اطفال بتحب تقطع اكيد ده مش هيقعد معاكم خالص. ده شكله اهو اللي هو الناشف دوت اللي انا بقول لكم عليه، في كذا شكل ليه اهو برضو دوت، في ورد بامبا بدل ورد البنفسجي، وده ورد بنفسجي انا حتى بلمسه بايدي وبيوع كده، هو عامل زي الورد اللي هو الناشف فبيوعه. وفي الورد البامبا ده برضو شكله حلو، انتم شايفين هما حاطين يعني شويه حلوين كده جنب بعض هنا، شكلهم حلو قوي. فبتجيبوا كذا لون وكذا شكل وتحطوهم على بعض وتعملوا زي فازة ورد كده، الديكور بيبقى شكله جميل. دول شويه هنا اهو، وفي شويه كمان الناحيه التانيه هروح افرجكم عليهم. وفي كمان بقى بيبقى ديكور بيتحط على الباب زي دوت، برضو بيبقى معمول من الورد، بصوا اهو ده لونه عامل زي البامبا الفاتح، وفي احمر وراه، الاحمر شكله حلو برضو بصوا. وفي كمان الحتت الخضراء فشكله حلو قوي، البامبا مع الاخضر. وفي اشكال تانية هنا برضو اهي، ما اللي بتتحط على الباب، بصوا ده الورد البامبا ومع الورق الاخضر، وبقيته بقى فاضي يعني. الورا ديت شكل تاني، مش هو يعني، هي بس الحتة الخضرة دي والنص تاني فاضي، بتبقى عاملة زي الدايرة. وفي بقى الورد ده برضو اهو اللي هو ميكس الحاجات الناشفة ديت على الورد نفسه، اهو الورد كمان ناشف، فورد بنفسجي اهو، اشكال كتير بنفسجي مع بعض على الاخضر زي انتم شايفين شكله حلو. وفي اشكال تانية برضو تحت هنا، في اللون ده دوت، في وردية برضو اهي لونها بامبا ومعها برضو نفس الاخضر، بيبقى ليهم ريحة يعني، انا شمالهم ريحة بس خفيفة قوي يعني. اشكال كتير هنا اهو، انتم شايفين معظمهم نفس الشكل يعني، فيهم نفس الحاجات الملولوة دي والحاجات اللي شبه القش ديت، ووردية او اتنين، في دي اهي عليها ورد ابيض، ورد بامبا قصدي مش ابيض. في زرع دوت بقى اللي هو جايب الغازة بتاعته على طول، هو برضو فيك مش حقيقي، بس هو برضو شكل في ناس كتير بتحب تشي تحطه جنب البيت بتاعها جنب الباب يعني بتاع البيت، بيبقى شكله حلو قوي. في اتنين اهم شبه بعض، تحط واحدة على اليمين واحدة على الشمال تبقى شكلها حلو. وفي كمان الطويلة دي الاطول، ام غازة بيضة اهي لحد فوق هنا، ودي اختها برضو، في اتنين منها.
وفي اللي هي الفازة بالقعدة بيتباعوا لوحدهم، وانتوا بقى تحطوا فيه مثلا اللي انتوا عايزينه. اه لو عندكم كمان ورد حقيقي عايزين تحطوه ممكن تحطوه جوه ديت، يبقى شكله حلو. في كذا واحدة هنا هم برضو بيتباعوا، تحطوا فيهم الورد والحاجة بتاعتكم تبقى شكلها حلو برضو. وفي بقى واحدة على شكل الليمون، ده مش ليمون حقيقي زي ما قلت لكم، ده مش شجر حقيقي، ده بس شكل الليمون جوه في الشجرة، شكله حلو مخلي الشجرة كده لونها حلو، الأصفر مع الأخضر مدي لون كده شكله حلو. ومن تحت مربوطة زي شجرة الليمون بالظبط ما بتشتروها. وشوية ديكورات تانية بتاعت الباب، في دول برضو بتحس ان هي عاملة زي القش كده زي ما بقول عليهم القش، في الأبيض وفي البامبا. وهنا برضو في نفس اللون الناشف دوت اهو، اشكال كتير منه، في البامبا وفي الابيض، في الورد الابيض، في الورد البامبا دوت، في كمان برتقاني هنا اهو. يعني في ناس بتحب الالوان الفاتحه وفي ناس بتحب الالوان البامبا كده يعني، ففي كذا لون. وفي برضو اهو اللي هو اللي بيتحط على الباب، وفي واحده معموله زي الحشيش ومحطوط عليها الفيونكة ديت. وفي بقى زرع دوت برضو، ده برضو على ما اعتقد ان هو فيك، اه ده فيك برضو. كل المحطوطين دول اهو اشكال كتير، وكلهم جايين بالستاند بتاعتهم وبالفازة من تحت. دول بيبقوا اسهل، مش لازم تحطوا فيهم مية كل يوم وتفتكروا او يموتوا او كده. في برضو شجرة الليمونة هي الصغيرة، شكلها حلو اوي، الاصفر مع الاخضر. في دي اخضر كده رفيع كتير، عامل زي الحشيش اللي بيطلع برا في الجنينة. وفي بقى اللي في الفازات اللي فوق هنا شكلهم برضو حلو. بصوا في الفازة المدورة دي نصها بني ونصها ابيض برضو شكلها حلو. في بقى الزهر الصغير بقى شوية، ده الاصغر، كلهم برضو فيك زي ما بقول لكم، وده شكله حلو. بصوا دوت عامل زي البيروري ساكيلنس صغير اهو، في الازهر منه خالص اهو، عامله زي الصبارة. في تحت هنا كمان اهو برضو اشكال، عندهم اشكال كتير، والصغيرين قوي اهم كلهم فوق هنا، معظمهم نفس الشكل في الورد، بس الفازات او اللي هم محطوطين فيهم هم اللي يختلفوا. في ديت مثلا بصوا ديت ستاند ومعها الفازة، يعني حاجات كتير كده شكلها حلو. في منهم هنا برضو اهو اشكال تانية، وفي ده بصوا دول كلهم شكلهم حلو ازاي. في ابو ورد بامبا دوت شكله برضو حلو. في تلات ورديات في الفازة. في بقى البتاع المربعة الطويلة ديت ممكن تحطوها على الترابيزة في نص الترابيزة. في منها كمان ده عامل زي السبت، ودوت عامل زي الخشب لونه ابيض، والصغيرين دول اهم برضو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.